السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اليوم معانا قصة من الماضي، قصة حقيقية وواقعية. تعرفون اللي يعرفون يعني البديع والقرفي والمحلة، وهذه يعني المحلة تبعد عن البديع والقرفي يمكن 5 كيلومتر تقريبا. المهم هذا أيام الجوع، وفي الزمن الماضي رجل شايب أجي عند واحد يعني حاله متوسع يقولون، معهم جوع وخماد أيام زمان هو هذا الشيبة، فأجي عند هذا المتوسع يبغى معه كف حب، وكان محبة له قيمته قدام، وكان اللي حصل له شرية واللي حصل له حاجة يراها غنيمة. والله المهم يقول لك أجي عند هذا سلم عليه وبسط معه وقال له أجابني الحاجة عليك يا أخي، لا عد أراك إلا في هذه الساعة، أبغى معك كف حب تهب لي، عيالي جيع وأنا تعارف الظروف عارف. قال له أبشر، هب لي يمكن من بربع أو هكذا أو نصافي. وأم رجل حطها في أمحوك معه، مدري غترة معه، ربطها وقلبها على ظهره وروح. والله المهمة يا حبيبي ما بين بدع قرفي في صنيف أثل وأشجار غابات، يعني المهم كالزمان. والله المهمة إلا وهذا واحد متعفل اللي قد لاقاه قال له أقول لك والله ما عاد تروح بهذا، أعطني هذا اللي معك، هذا جاي متخوزق مثله. أيام الجوع كان الناس يعني الله الله ما قطع عن طرق وحاجة يعلمها إلا ربي. المهم يا ابن الحلال أنا والله دحين مسلفها مع فلان وحصلتها، أم رجل ذا قحمة وذا متعافل شيء صابي عليه. يا ابن الحلال فكر يقول غيرها، قل قال والله يا هو يا نفسك اليوم أشل لها، يعني مصمم علي مصمم علي، قال والله مصمم علي. أم رجل فتح مغترة حقه وقلبها طشها في أم طريق بينهم تراب وبينهم طشها هكذا، وهذا صفق ملفع وتوكل على الله. وهذا مسكين تحمس بم أم قحمة، هذا تحمس بم ملفع وصبر على نفسه، وهذا توكل دقل اشتل عشان لا يجينا أهالي وقبائل وناس ولا شيء ويصابونها بقلة حياة. وأم قحمة داور هكذا شوية حن أرى هذا راح بعد، وقام لفلف محب ومتراب، جمع متراب ومحبة سوا وحطه في عشان يروح عن بيتي للسفنها ما يسوي، أحيب له خطة يعني مع المحل هذا الحال، لا قادر يحاربه ولا قادر يعني، فلفلف لك بتراب ومحبة سوا وقلبه في مغترة حقه وردها على ظهره وتوكع على الله روح. غدا عند عياله صفوها ونسفوها يعني للسفنة محبة زمان زمان، الواحد لو فلتر على شرية ولا فلتر على شوية حبة ما يصابي حتى يلفلفها حتى هي تراب شلاوي، لأن مجوع كان له دور. هذه القصة فلفلف حبه وترابه سوا، بدل ما هو كله من ربع خذ له صاع تراب عليه، وروح عزا نسفه في بيت وصفه ودبروا حاله وتوكلوا على الله. فهذه قصة من قصص الماضي أيام الجوع، نسأل الله العفو والعافية.